بعد ما سمعت كارتيرون المدير الفني الفرنسي للنادي الاهلي وكلامه الخطير جدا، قال ان في بعض بعد المباراه ما خلصت في بعض المضايقات او المشاجرات حصلت ما بين اللعيبه حتى معاه شخصيا، قال ان في حد اتهجم عليه او اتعامل معاه باسلوب مش لائق ابدا، وحصل لدرجه التعدي زي ما شرحها عمرو المترجم، وكنت اتمنى ان هو ما يشرحهاش بالتفصيل ده يعني، لكن في النهايه اللي قاله خلاص وصل، وطلب كمان من ان يبقى في تواجد امني بشكل كبير عشان مباراه كامبالا سيتي او اسف مباراه اول اغسطس اللي حصلت. في تصريح لمعين الشعباني المدير الفني لفرقه الترجي، قال ان احنا استقبلنا الترجي بشكل مش معتاد ولا مظبوط، وقال ان احنا في تونس بنستقبل النادي الاهلي احسن استقبال. كابتن معين، يعني حد غيرك يقول كده، انت متواجد معنا عبر التاريخ، دايما كنت بتشوفنا بنتعامل معاكم ازاي، وكابتن رياض بن نور يعني اساله المسؤولين هناك، ما ينفعش ابدا ان خساره مباراه 3-1 او خساره مباراه 4-1 او خساره مباراه 5-1 او خساره مباراه باي نتيجه ما بين الفريقين دول تحديدا الاهلي والترجي تخرج بعض التصريحات الشبيهه بهذا الكلام، او بتودي الناس لاتجاه معين. خلاص المباراه انتهت، يعني حتى لو خلصت 1-1 ولا 2-2 ولا الترجي كسب ولا حاجه، خلاص الف مبروك زي ما اتفقنا ومتعودين دايما، وهناك في رادس هيبقى في كلام تاني، لكن تطلع التصريحات ديت ان في استقبال مش مظبوط، وان الامن واقف اتوبيس الترجي 25 دقيقه عشان يدخل الملعب، الكلام ده ما بيحصلش خالص معانا، وتحديدا مع الترجي. انتوا ناس بنقدركم وبنحترمكم وبنعزكم، وعلاقات وطيده جدا جدا ورائعه جدا على المستوى الجماهيري ما بين الجماهير وبعضها، وعلى المستوى الاداري ما بيننا وما بين اداره نادي الترجي، وحتى على المستوى الفني ما بين الاجهزه الفنيه، فما ينفعش حضرتك تطلع تقول هذه التصريحات في وقت مهم جدا جدا قبل مباراه بعد 7 ايام، واكنك بتقول للاعلام ان في سبب يعني معين ادى لاداء الترجي في هذه المباراه. عليك ان تشتغل، وحتى مع النتيجه ديت لو الترجي فاز الف مبروك، مفيش مشكله خالص، الترجي فريق كبير وفريق قوي جدا ومن اقوى الفرق مع النادي الاهلي في الساحه الافريقيه. فيما يخص كارتيرون، اعتقد ان الكلام ده يعني يروح للاتحاد الافريقي كمان، انه ياخده بمحمل الجد في اللقاء العوده، ان الراجل بيقول ان في يعني بعض الاحتكاكات حصلت ما بينه وما بين يعني جزء من الترجي، فعلى الاتحاد الافريقي بجدد طلبي مره ثانيه ان هو يكون على مسؤوليه كبيره جدا كبيره جدا كبيره جدا في اختيار الحكم نمره واحد، لانه هيساعد في خروج اللقاء ما بين اقوى فرقتين على القاره الافريقيه او في القاره الافريقيه، الاهلي والترجي، واختيار طاقم تحكيمي كامل مميز جدا جدا، حتى المساعدين يكونوا مميزين حتى في تقنيه الفار. لكن باكد الكلام اللي عدناه وزدناه مرارا وتكرارا، ترجي بمسؤوليه وجماهيره ولاعبيه واجهزته الفنيه على راسنا من فوق، والعلاقه بيننا وبينكم ممتده لابعد الحدود، لكن جانب التوفيق او جانب الصواب كابتن معين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي التونسي فيما قال، ما ينفعش ابدا تقول كده على النادي الاهلي واستقباله تحديدا مع فرقه الترجي التونسي.